ولسه اتوبيس السعاده مكمل، والسعاده في القناطر الخيريه ليها اكتر من مجال زي ما حضراتكم متابعين النهارده. العجل وخروجه العجل وركوب العجل ويعني اجمل حاجه، صغيرين كبار كله بيحب ده. وانا معايا بقى برنس هنا من الناس العظيمه اللي ليها تاريخ قوي في موضوع العجل ووارثها زي ما بيقولوا ابا عن جدا، استاذ فوزي. تمام، ازي حضرتك عامل ايه؟ الحمد لله تمام، كله حلو؟ كله حلو تمام الحمد لله رب. الحمد لله. انت هنا بقالك قد ايه بقى في القناطر؟ انا حضرتك كده بقالي 40 سنه حضرتك، انا عندي 52 سنه. 52 سنه بتشتغل من 40 سنه في العجل؟ 40 سنه في العجل. عن الاب؟ واخدها الاب عن جد. عن الجد كمان؟ الاب عن جد. انت من القناطر نفسها؟ انا اصلا حضرتك من القناطر، من جزيره الشعير. جزيره الشعير؟ جزيره الشعير حضرتك، وهي مشهوره حضرتك عامه بزرع الشعير والقمح. مع الفيضانات؟ مع الفيضانات الميه، لان كان زمان بيجي حضرتك القناطر كان الفيضانات بتبقى خير، جبل خير للبلد. طبعا ان حضرتك كان بيجي حضرتك السد العالي، بيجي طبعا حضرتك من كميه الطامي حضرتك بنستفاد بيها لزراعه القمح والشعير حضرتك. فهم حضرتك سموها جزيره الشعير بسبب كده. حلوه المعلومه دي، بشكرك على المعلومه دي. تحت امر سعادتك. لكن انا اللي عرفته ان ما كانش فيه اسوار دي زمان، ما كانش حضرتك فيه اسوار زمان، كانت مفتوحه كده، كانت الدنيا مفتوحه حضرتك، كان خير كتير، كان يعني كان حضرتك زمان القناطر ولا كان في صوره ولا في اي حاجه، ولا كان في حاجه جناين مفتوحه ما كان مفتوح حضرتك. تمام. ولا كان في تذكره ولا في اي حاجه، كان كل حضرتك بيجي يتفسح. نرجع بقى لشغلتك. تمام. ايه كل حاجه في الدنيا بتتغير بتتطور طبعًا. بيحصل حاجه، حاجه كانت موجوده مثلا زمان بطلت تكون تمام. موجوده تمام. دلوقتي. تمام. احكي لي عن العجل. حضرتك كان زمان حضرتك العجل الكبير حضرتك اللي هو يعني حضرتك اللي هو الدبل، حضرتك واحد قدام وواحد ورا. طب تمام. بعد كده حضرتك العجل اللي هو ال 26 دوت حضرتك كان يجي حضرتك اللي هو زمان الكليات والمعاهد والقناطر مشهوره طول عمرها حضرتك بالعجل والموتوسيكلات والخيل واللانشات. مواعيد شغلك ايه بقى يا عم فوزي؟ انا حضرتك بيبقى من 8 ل 10 بالليل، الصيف حضرتك من 8 ل 1 بالليل. والمناسبات بقى الاعياد وشم النسيم حضرتك بقى اطبق بتطبق بتطبق حضرتك ممكن اطبق بالثلاث ايام باربع ايام، يعني ممكن حضرتك انام ساعتين واقوم حضرتك اشوف عملي. طيب ولادك بقى؟ ولادي حضرتك انا عندي عصام في الجيش، ده بيجي حضرتك بيقف يساعدني، وثلاثه اخوات كمان بيجوا يوقفوا معايا في الموسم. ده يتشرفوا بيك يا الله يخليك يا باشا، انت حضرتك نورت الدنيا، يعني هم يشيلوك على راسهم ويتعلموا الجدعانه والحاجه الطيبه والاخلاق الحلوه منك. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. اكتر محافظه دايما يعني من اللي بتيجي رحلات هنا هي حضرتك عامه محافظه حضرتك، كل بيجي من جميع انواع مصر بحالها والله. الصوره حضرتك الشرقيه، اللهم صل على النبي شبرا، المطريه، الزاويه الحمراء، تمام، اللهم صل على النبي الهرم، كوب السم، كل حضرتك جميع انواع مصر بحالها او بلاد مصر بتيجي هنا حضرتك. قالوا لي يا عم فوزي ان روبي الفنانه، الفنانه روبي حضرتك جات ركبت العجل من عندك، حضرتك خدت لقطه على العجل. لا احكي لي بقى. حضرتك كان تصوير حضرتك سجن النساء. الله ينور عليك. مسلسل سجن النساء. سجن النساء. ايه اللي حصل بقى؟ كان حضرتك في الشلالات وحضرتك في عزبه السجن، حتى اسمها عزبه السجن هنا حضرتك. تمام. المشهوره حضرتك اسمها عزبه السجن مشهوره. اه. ان حضرتك جنب المسكن بتاع اللي هم شغالين في السجن. العاملات اللي هنا. العاملات اللي هم في اللي هم امناء الشرطه واللي هم العساكر، دول حضرتك مدين لهم مسكن، موفر لهم مسكن فين؟ في عزبه السجن. تمام. فسموها عزبه السجن بسبب كده. تمام. احكي لي بقى روبي جات لك ايه اللي حصل الحدوته؟ هي حضرتك قال له هناخد لقطه بالعجله واحنا حضرتك ماشيين على النياك حضرتك عند سجن نزهه جنب الشلالات. تمام. وبعد كده حضرتك خد اللقطتين وخلاص. اللقطه دي اتاخدت في قد ايه بقى؟ ما كملتش حضرتك. ما كملش بالظبط 10 دقايق. ربنا يسعدك. الله يخليك. ويرزقك ويفتح عليك دايما. ونورت حضرتك القناطر الخيريه كلها. ربنا يخليك. وربنا يجعلها هدم السعد عننا يا رب. يا رب. ويوقع على وشك حلو. وفوق راسنا والله العظيم. الله يخليك. والبركه في ربنا وبقى في حضرتك. ان شاء الله بعد الحلقه النهارده احنا بنوجه للناس اللي بتتفرج يا رب. عايزين كلنا نروح القناطر ولما الله. نيجي القناطر نسال على عم فوزي. الله يخليك. نركب العجل بتاع عم فوزي مش اي حد تاني. الله يخليك. شكرا عم فوزي. تحت امر سعادتك. شكرا.